قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذه جزء من آية، وهي آية الكرسي، ذكر فيها قوله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وآية الكرسي كما جاء في الصحيح هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وكانت أعظم آية لما احتوته من ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته. فقد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية مبينا معتقد أهل السنة والجماعة في التوحيد، وأن هذا التوحيد فيه نفي وإثبات. فقوله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من اسم استفهام، وهذا الاستفهام خرج عن أصله، ولا يخرج الاستفهام عن أصله إلا لغرض معتبر. هذا الغرض الذي يراد منه في هذا الاستفهام في هذه الآية، هذا الغرض هو التحدي والتعجيز. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الجواب: لا أحد. وذكر هنا شرط من شروط الشفاعة، ذكر شرط واحد وهو الإذن. وقد سلف معنا أن الشفاعة نوعان: شفاعة منفية، والشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية، والنوع الثاني هي الشفاعة المثبتة، وهي التي خلت من الشرك ويشترط فيها توفر شرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له، وذلك بأن يكون هذا المشفوع له من أهل التوحيد. فذكرت هذه الآية الشرط الأول، وهو إذن الله عز وجل للشافع، لأنه جل وعلا ملك الأملاك، هو الغني، فلا يتعدى أحد لكماله وغناه عز وجل، لا يتعدى أحد في شأن الشفاعة إلا بإذنه. ليس كملوك الدنيا، الملك من ملوك الدنيا قد يشفع عنده من غير إذنه، كأن يشفع الوزير أو القريب، وذلك لأن الملك من ملوك الدنيا بحاجة إلى هؤلاء الأعوان والوزراء، فلربما لو رد شفاعتهم أو نقم منهم من غير أن يستأذنوا في الشفاعة لربما ما دبروا له مملكته، فيخشى من تلكو هؤلاء أو من الغدر به، وذلك لأن الشفاعة مبناها إما على جلب منفعة أو دفع مضرة، والله عز وجل هو الغني. ولذا لما ذكر الشفاعة قل لله الشفاعة جميعا، ماذا قال بعدها؟ له ملك السماوات والأرض. وقال قبلها: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. الشرط الثاني رضاه عن المشفوع له، وهذان الشرطان قد أتت آية بذكرهما، وقد ذكرها المصنف رحمه الله. فإذن الله عز وجل للشافع أن يشفع حتى ولو كان هذا الشافع كريما عند الله عز وجل كالأنبياء، بل إن إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يشفع لا يشفع إلا بعد أن يسجد وأن يحمد الله وأن يثني عليه، ثم بعد ذلك يوضع له حد فيخرج من شاء الله عز وجل من النار، ثم يأتي ويسجد مرة أخرى 4 مرات وهو يستأذن في الشفاعة، مما يدل على كمال عظمة الله عز وجل. وهنا فيه أسلوب من أساليب البلاغة، وهو أسلوب الحصر، لأن وجود الاستفهام المشرب بالنفي مع وجود الأداة يدل على الحصر، لأن الاستفهام هنا مشرب بالنفي فيكون بذلك حصر. وأعظم أدوات الحصر النفي والاستثناء كما سبق، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هناك شفاعة من غير إذنه عز وجل. ثم إن قوله عنده، العندية تفيد القرب، حتى من كان قريبا فإنه لا يملك شيئا من أمر هذه الشفاعة.